الدبلوماسيين والأكاديميين والساسة الأجانب والعرب. استهل وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني عرضه السياسي بالتأكيد على أهمية العلاقات المغربية الروسية. بعد ذلك استفاد السيد الوزير بالتعريف بالإصلاحات الشاملة التي نهجها المغرب والتي مكنته من الانخراط بكل ثقة في مسيرة الديمقراطية والحريات ودولة الحق والقانون. ركزنا في العرض على التعريف بالمغرب والتعريف بالإصلاحات السياسية في المغرب وتفاعله مع وحوثه وأولويات السياسة الخارجية الوطنية، ويعني حددنا هذه الأولويات وموقع العلاقات الشراكة الاستراتيجية مع روسيا فيها، وكان الهدف هو تقريب وجهات النظر بين النخبة الأكاديمية والنخبة المهتمة بالعلاقات الدولية الروسية وأيضا المغرب. هي نظرة شمولية حول المغرب وعرض سياسي دقيق ومفصل حول ما يشهده من تحولات عميقة توجت باعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وخلق مؤسسات جديدة لضمان الحكامة وتعزيز دور أخرى. جملة هذه الإصلاحات جعلت المغرب نموذجا يحتذى به في محيطه الجهوي ولاقت أيضا التنويه الكبير على المستوى الدولي. نحن طبعا كأصدقاء للشعب المغربي قيادة والحكومة، فطبعا نتابع باهتمام بالغ لتطورات في داخل المملكة، ونرحب الخطوات الترمي إلى يعني تعزيز الإصلاحات الديمقراطية في حياة السياسية الاجتماعية للمجتمع المغربي، ونرحب بهذه القرارات اللي اتخذت من قبل صاحب الجلالة وبدعم من الشعب المغربي. فنعتقد أنه هذا النهج الواعي جدا ويعني السليم والحكيم ومنسجم مع طموحات الشعب المغربي. قضية وحدتنا الترابية شكلت حيزا هاما من عرض السيد الوزير، وهنا كانت وقفة خاصة عند مقترح الحكم الذاتي وما لقيه من استحسان كبير من قبل الهيئات الدولية باعتباره الحل الواقعي المنهي للنزاع المفتعل حول الصحراء. ولأن السياسة الخارجية للمغرب تتطلع إلى آفاق أوسع، أثير أيضا خلال هذا العرض موضوع الاتحاد المغاربي. الاتحاد المغاربي والاندماج المغاربي هي أولوية، وهذه الأولوية ترتكز أولا على المقتضيات الدستورية، فالدستور الجديد في ديباجته يعطي أولويات السياسة الخارجية المغربية ويجعل منها بناء الاتحاد المغربي أو المغرب الكبير. فإذا هذه جانب دستوري، لكن أيضا على المستوى المصلحي وعلى المستوى الشعبي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي لا يمكن السياسة الخارجية المغربية إلا أن تعطي أولوية للاتحاد المغاربي. وقبل أن يختتم زيارته إلى روسيا، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني مباحثات مغلقة مع نائب رئيس الوزراء الروسي فيكتور زوبكوف، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذلك الحديث عن الاتفاقيات المزمع التوقيع عليها في إطار اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين. ولم يفت المسؤول الروسي خلال هذه المباحثات أن ينوه بالإصلاحات العميقة التي نهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. من موسكو هذه مراسلة مريم العفير ومحمد النصيري.